أغلبية شعبية ضاغطة، يسعى المعترضون على تعديل الأحوال الشخصية إلى أن تكون حاضرة ضد إرادة الساعين لتعديل القانون. الحرية باطل، ضرب المتظاهر باطل. الاحتجاجات تعود من جديد. 7 محافظات تتظاهر دفاعا عن قانون الأحوال الشخصية النافذ وترفض إجراء أي تعديل عليه. المعترضون هنا في ساحة التحرير وسط بغداد يرون أن البرلمان ترك تشريع قوانين مهمة تتعلق بالعنف الأسري الذي ارتفعت معدلاته، ويركز على تعديل قانون يهدد النسيج المجتمعي بحسب المحتجين. معترضين على تعديل المادة 57، بها أضرار جسيمة على الأم وعلى الطفل وعلى الأسرة بشكل عام. اليوم مجلس النواب العراقي لازم يشرع قوانين ترفع البلد، ترفع المجتمع، تفيد الأسرة، مو يجي تعدل لي على قانون ويرجعني 1500 سنة لورا. هذا قانون، يعني هذا التعديل معيب، وراح نبقى رافضي إلى آخر نفس. يحذر المتظاهرون من إصرار الكتل المتبنية لتعديل قانون الأحوال الشخصية والذهاب إلى تشريعه، فالأصوات النيابية الرافضة للتعديل المتمثلة بالتكتل النسوي والمدعومة من بقية الكتل ستعول على مساندة شعبية تؤيد عدم إجراء التعديلات. واحد من أشكال الاعتراض على تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق هذه الوقفة النسوية في البصرة هنا، تطالب بعدم تمريره في مجلس النواب والإبقاء على القانون الحالي النافذ. أسباب الاعتراض على القانون كثيرة بحسب ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فهن غير مقتنعات بالمبررات التي يقدمها أنصار التعديل، رغم تأكيدهم أنه منظم للأمور الاجتماعية كقضايا الزواج والميراث. كل من تضع ضد هذا القانون، كل الأديان تحث على الحضانة للأم، بأي حق تنسلب حضانة من الأم؟ هاي الأم اللي تعبت، اللي انكسر ظهرها بالحمل وبالولادة وبالتعب، شنو سنتين طفل الحضانة؟ الأرث شنو الأرث اللي ما ترث؟ والقرآن الكريم نص على الأرث، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصى أنه أنتم تكونون قوامون علينا حتى احنا نحتمي بيكم، تجون تسلبون حقنا، تسوونا كجواري. بين مؤيد ومعارض ينقسم الشارع حيال القانون، ولكل طرف أسبابه التي يدافع عنها، ما يجعل أجواء تمريره ملبدة بالمشاكل والتحديات في ظل مجتمع متنوع في مكوناته الدينية والمذهبية. إلى الشارع يحتكم الرافضون لتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد أن أخذ الجدل حوله مديات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، فضلا عن الجدل الأكبر تحت قبة البرلمان. السحب الفوري لمشروع التعديل. في الناصرية تجمع عدد من الناشطات لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يثير مخاوفهن الخاصة بحقوقهن كنساء، فضلا عما قد يشكله من خطر كبير على الأسرة العراقية ومن ثم المجتمع. قدم القانون وقرأ قراءة أولى، ولحد الآن احنا ما نعرف المدونات شنو اللي راح تحوي من مواد، بالإضافة أنه تخوفنا الأكبر كان أنه هو ممكن قانون هذا يساهم بتفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي، على اعتبار القانون القديم ساهم بتماسك هذا المجتمع بصورة عامة، على اعتبار أنه جمع كل الشرائع في مدونة واحدة. تتسع المخاوف من التعديل باتجاهات أخرى ربما تكون بوابة للتشدد وفرض الإيرادات بما لا ينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي وتركيبته المتنوعة.